يطلق على الطريق الرابط بين محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الممتد من منفذ الوديعة الحدودي بطريق العبر، ويبلغ طوله 354 كيلومتراً، بالإضافة إلى تفرع الطريق إلى مدينة سيئون بطول 320 كيلومتراً، ويمتد فرعه الثاني إلى مدينة عتق في شبوة بطول 491 كيلومتراً. يعد طريق العبر الحيوي شرياناً رئيسياً لمرور آلاف اليمنيين يومياً باتجاه السعودية قادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة الحدودي، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يعمل حالياً في البلاد. وخلال السنوات الثلاثة الماضية شهد خط مأرب العبر تزايداً كبيراً في أعداد العربات والشاحنات المارة بالمنفذ بشكل يومي باتجاه منفذ الوديعة الحدودي الذي أصبح الشريان الرئيسي بين اليمن والسعودية. كما تكمن أهمية طريق العبر في ربطه بين أكثر من ثلاث محافظات مهمة في البلاد، وهي حضرموت وشبوة ومأرب، ويسافر آلاف اليمنيين من خلاله، بالإضافة إلى تسهيل عملية نقل البضائع والمعدات. ونتيجة لتآكل الطريق الأسفلتي وانتشار التشققات والحفر، بالإضافة إلى زحف الكثبان الرملية عليه، أصبح طريق العبر مسرحاً شبه يومي لحوادث مأساوية أودت بحياة المئات من المسافرين والمغتربين اليمنيين، وخاصة مع انعدام المستشفيات أو المراكز الإسعافية على طول الطريق. خلال العام 2018 أودى الطريق العبر بحياة 105 أشخاص وتسببت بإصابة 800 آخرين. بلغ عدد ضحايا حوادث الطريق المتآكلة في العام 2019 95 شخصاً وتسببت بإصابة 620 آخرين. وخلال العام 2020 توفي جراء الطريق المميتة 72 شخصاً وتسببت بإصابة 475 آخرين. أما في العام 2021 أودت الحوادث بحياة 62 شخصاً وتسببت بإصابة 392 آخرين. في العام 2019 قامت السلطة المحلية في محافظة مأرب بإعادة التأهيل الشامل لطريق صافر غويربان البالغ طوله 40 كيلومتراً بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 2.5 مليار ريال يمني. أما بالنسبة للسلطة المحلية في حضرموت وشبوة فلم تقوم بأي تأهيل أو صيانة للطريق، واكتفت الأخيرة بصيانة بسيطة لبعض الحفر في الطريق. ومع بداية العام 2020 بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بطول 132 كيلومتراً، وتتضمن المرحلة الأولى الأعمال المساحية بالإضافة إلى أعمال التصميم، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد.